المهم بنات وصلنا حماتي هنايا للدار ديالها ودابا غادي نمشيو يلا نتلاقى معكم بعد. انا غير فيت باش نتغداو دابا دارنا تمشي للدار ونبارطاجي معكم اشنو خديت من غيا واخا فحال. المهم احنا بنات هنا جينا شوف كيتشوب قبيله كنت كناكل الفريت ان شاء الله فلوش نبان لكم مزيان. المهم البنات مشينا لغيا درنا واحد شويه المهم غير تقديت منه قال جيت نتقدى من غيا ريال فيه شي حاجات اللي هما رخاص باش نديهم معايا للسفر. المهم بالنسبه لنا خديت له هاد المشروبات هادو هذا الشكل ما عندناش هنا فولاندا عندنا هكا العصير ديال هكا ولكن هاد المذاق ديال التفاح مع البنان والفريز والليمون ما كاينش هنايا. خديت له خلاص هاد الكيكات صغيورين شتوها صغيرين خديت القهوه خديت هذه لاطا ماكياتو كديرها ب 4.5 أورو في غيال في ديتلاند. خديت لاطا ماكياتو مبقاتش عندي القهوه خديت قهوه وحليب هذه كابوتشينو و لونغو قهوه كحله. خديت هاد الباستا هادي مكاروني بحال ماكا دايره هادي غنديها معايا هاكاش مش قالش لي ناكل برا فين كنبغي انا نطيب مره غندي هادي وغندي معاها الصوص عندي واجده وكلشي يعني غندير خضيره ونلوح على هذيك لاصوص. هادي غير كرواسا ودونت باش نفطروا غدا الصباح. البنات اللي تيقولوا لي بارطاجي معنا التحضيرات اللي غدي معاك لهاد الكامبين حيت بزاف البنات تا هما ما عمرهم ما داروا كامبينغ وكيبغيو يمشيو ما عارفينش شنو يديو معاهم. غادي نبارطاجي معكم كل شيء ان شاء الله اي حاجه غادي نديها معايا ولا اي حاجه تقديتها لهذيك البلاصه غادي نقولها لكم وتا انا مشيت تما غنقول لكم الكامبينغ كامل هذاك اشنو كيكون فيه لداخل. انا خديت هذا البيسكوي واحد كلاس منه واحد سميتو هادو زوينين ما حلوينش بزاف. خديت هذه فائل الخضره فيها سميتو السبانخ وفيها سكين جبير وبزاف الحواجات يا بالحبق سمحوا لي صحابه سميتو سبينازي حبق هذا بالحبق. خديت ثلاثه ليا ولبنتي وراجلي خدينا ثلاثه هكا ثاني شي نهار ما بغاش ناكل نقضيو ديما العشيه الواحد يقضي باش ما كان. وخديت ثاني ثلاثه من هادو لي بولونيز ما فيهمش الكفته هادو البنات فيهم غير بصله ومطيشه البنات راه يجيو يقولوا لي ماشي حلال وهذا ما فيهمش هادو الكفته غير داكشي مع بعضياتو يمكن كتخوي كامل في المطيب وكطيبي كلشي. خدينا هاد الليب باش نهرسو قهوه تمايا هذا كوفي مالك وخديت هشام كيبغي هاد زوارت بس هاد الفاكهه هادي كيبغي كونفيتور ديالها وخديناه من تما. وخديت لبنتي الشوكولا ثلاث شكلات وهادو غير سميتو النكهات ديال الحلوى خديت هذا سميتو غوم وهذا ديال السيترون. هشام خدا كاسكيطه من تما حنا على كاسكيطه ترخاص خدا كاسكيطه من تما عجبتني هذه هذه الثمن ديالها 10 اورو 9 اورو 99 يعني 10 اورو. و خدا ديودورنت من تما قالك لقاهم رخاص خدا 4 قالك هنايا في هولندا عندنا هادو كيديروا 3 اورو هو لقاهم تما يمكن بشي اورو شي حاجه تما. خدا شي لصقه ما ديالهاش خدا لصقه باش يلصق هاد اللصقه ما عطلاش بغاها خواتاتي
وخدينا الكوري هذا لي بيتيك بيكانت بيكانت صافي. هذا الشيء هو اللي تقدينا وجينا في حالاتنا خدينا كوكا تما صافي. هذا الشيء اللي احنا تقدينا مهم خليكم معايا ما تشوفين. المهم البنات داكشي اللي تقديت قبيله باش ندي معايا كله حطيته هنايا ومازال غادي غدا فاش نكون كنجمع داكشي اللي غنديو كاملين غادي نبارطاجي معكم حتى هو. دابا غير داكشي اللي جبت درته هنا في هاد الكوفه وخليته بوحده كاع داكشي اللي بارطاجيت معكم قبيله وقلت لكم غنديوهم معايا. هذاك البنات غادي يلاه غسلو هشام جبدو غسلو غادي يعلقو فوق الطوموبيله داك الكوفر باش غادي نديرو فيه داكشي اللي هو غادي خاصنا بلا ما نعمرو داك الكوفر ديال حيت الكوفر غادي نديرو فيه تا هو بزاف الحاجات. داكشي علاش غادي نقدرو نخشيو هنايا لي فاليز ولا نقدرو نخشيو هنايا الماكله ولي فاليز يكونوا في الكوفر. المهم حنا نشوفو المهم تا هو غادي ينفعنا. البنات هو هشام راكب هداك الطوموبيله شتوه باقي مسكين دار ربعه والله الا محنو لان حنا شرينا حديدات ماشي هما الحديدات اللي كيركب فيهم هذا شرينا حديدات اخرين هذا جديد خدينا لان الاخر كان منعاوش لكم كيفاش ولا ورميناه مع خليناه كيبقى برا وكله خسر. وهذا خديناه داك العام وتا هو راه كان غادي كنا غنخرجوا عليه تا هو ولكن الحمد لله شويه خاصو دابا غادي غير يصبغوا من بعد صافي. دابا هو بدا كيركب فيه لان غدا ما يبقاش ليه الوقت خاصو يمشي يعمر الايركو لانه خوى علينا الايركو ديال الطوموبيله وعندنا الطريق البنات وصافي لاننا حنا ماشي في هولندا غادي نمشيو نخيمو انتم غتعرفوا فين ان شاء الله. المهم البنات رانا شويه الكوزينه صافي. بالنسبه للعشاء ما بغاش هشام اللحم والله الا باقي في الثلاجه حتى الغدا غادي نديرو ما بغاش اللحم قال لك صافي حنا دغيا كيطلع لينا اللحم في راس راكم عارفين كنجيبو بزاف ويعني في العيد ما ماشي كناكلوه كل نهار حنا ما كناكلوش كل نهار راه شتو نهار العيد كليناه نهار ثاني عيد راه شتوني حباتي ما قدرتش عليه كليناه غير في الغدا ديك الكبده اللي كانت ديجا دايره ليها العطريه والقلب اللي دايره ليه العطريه كليناه في الغدا ولكن في العشاء راه شتوني جبنا السوشي اليوم في الغدا راه ما كليناش الحاجه عطيتها حقها داتو معها ديال الغنمي وحنا كلينا الفريت غير على برا. ودابا جينا السوشي اللي كان بقى منه هو اللي كليت انا تعشيت به وراجلي ها هو قالك بغيت اللوبيا راه هي جبدها راه باقا لوبيا جبدها وصافي. انا كوزينتي رانا جمعتها بنتي غنديها نبدل ليها ونطلع هاد نعس ومشي نجلس نرتاح لانني نيوما درت بزاف داك الريال درت فيه كله درت زنقه زنقه شفتي ولكن ما صراحه ما حتى شي حاجه ما عجبتني ناخذها زعما حويجات ولا شي حاجه ما بغيت ناخذ والو بغيت نتكايس راه حنا غاديين فاكونس داكشي علاش ما بغيتش نبقى نتقدى نتقدى صافي. هذا ما كان. المهم هنا غنسد معكم فيديو نقول لكم تهلاو فريزكم مع فيديو جديد ان شاء الله كنبغيكم بزاف تسلموا مني التحضيرات ديال السفر ان شاء الله. ولا الفرحة اللي معاك انت